على هامش جلسات الحوار الوطني. تعالوا نتابع مع بعض دكتور لقاء مع دكتور عمرو حسن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع زميلنا مصطفى ميزار. أنا شايف إن الحوار الوطني فرصة تاريخية إنك تحل كل مشاكل مصر، مش بس إحنا بنتكلم عن مشكلة الزيادة السكانية، كل المشاكل. وإنت على أعتاب الجمهورية الجديدة لازم الناس كانت تقعد مع بعض، يسمعوا بعض، نفكر، نقول إيه هي المشاكل اللي بتواجهنا؟ طب إحنا ليه معرفناش نحلها على مدار السنين الكتير؟ طب إيه الآليات اللي إحنا هنتفق عليها مع بعض؟ عشان وإحنا تكون داخلين الجمهورية الجديدة داخلين بلغة واحدة، باتفاق واحد، محددين مشاكلنا وعارفين الحلول. احسنت يا دكتور. لو هتكلم مع حضرتك النهارده عن جلسه من اهم الجلسات اللي بتناقش قضيه من اهم القضايا، وهي قضيه الزياده السكانيه وتاثيرها على التنميه وتاثيرها ايضا على المجتمع. القضيه فيها يعني اطراف كتيره، والقضيه فيها برضو يعني تحديات كبيره. وبما ان حضرتك مستشار لوزير الصحه والسكان لشؤون الاسره المصريه وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب، نتحدث عن فكره كيف يمكن مجابهه هذه القضيه. خلينا الأول نتكلم عن خطورة القضية، ويمكن هفتكر هنا كلام الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصية مصر. لخص حل مشاكل مصر في عبارة واحدة، قال لك فتش عن السكان. الدكتور جمال حمدان كان شايف إن المشكلة السكانية هي المشكلة المفتاح أو المشكلة الأم. يعني إيه المشكلة الأم؟ يعني دي المشكلة اللي ولدت لك كل المشاكل اللي عندك في مصر. يعني هي لما نقول هو ليه فترة ظهرت لك العشوائيات، عشان كانت الزيادة السكانية الغير منضبطة كانت أكتر من قدرة الدولة على البناء والتخطيط. طب هو ليه كان عندك مشكلة في جودة التعليم؟ عشان الزيادة السكانية الغير منضبطة كانت أكتر من قدرة الدولة على بناء فصول ومدارس وتوفير مدرسين. فبالتالي عاوزين نقول إيه؟ عاوز تحل مشاكل مصر، ابدأ بالمشكلة دي اللي هي مشكلة الزيادة السكانية. طبعا الدولة ليها دور كبير، ويمكن نقول ان دي مش قضية وزارة واحدة ولا قضية مجلس او هيئة واحدة، دي قضية شعب ووطن، لازم كلنا تتضافر الجهود. ويمكن نقول ان في الفترة دي الملف الزيادة السكانية يأتي على رأس اولويات الملف. وزارة الصحة والسكان في الاهتمام. ويمكن نقول ان احنا عشان تحل القضية دي انت محتاج كلنا نشتغل مع بعض. اقدر اقول لحضرتك ان انت في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. في الحرب لازم تستخدم كل الاسلحه اللي تحت ايديك. طيب اسالك يا دكتور عمرو عن اطراف العمليه، المختصين بالعمليه، المراه المصريه، دور الاعلام، التوعيه، وخطوره القضيه نفسها. لو قسمناهم شرايح، المسؤولين عن القضيه كلها، نقدر نقول ونوجه لمين البدايه؟ نبدا بالمراه ولا نبدا بالمجتمع ولا نبدا بالمدرسه ولا نبدا بالوزاره ولا نبدا بالاعلام؟ من اين نبدا في قضيه خطوره التوعيه بخطوره الزياده السكانيه على التنميه وعلى البناء وعلى الحياه الكريمه اللي احنا نفسنا نعيشها؟ يمكن زي ما قلنا هي دي قضيه شعب ووطن، فقضيتنا كلنا، مش قضيه الحكومه ولا قضيه مؤسسات المجتمع المدني، لا دي قضيتنا كلنا، قضيه كل ست. الست دي ممكن تبقى هي الام، ممكن تبقى هي الاخت، ممكن تبقى هي الحما، قضية زوجها، قضية ابنها. فبالتالي نقول إيه؟ لو حضرتك قلت لي على الإعلام، أقول لحضرتك إن ده واحد من أهم الأسلحة. ويمكن ده اللي في الفترة دي وزارة الصحة والسكان بتنتهج سياسة إن هي مركزة على المدخل الحقوقي للأم والطفل. يعني أنا لما بقول للست نظمي الأسرة، أنا أقول لها كده عشان صحة ابنك وصحتك أنت. يعني قد يكون بعض الرسائل البسيطة اللي دايماً بنأكد عليها، نقول لخلي بالك لو أنت جبتي ابنك ده بعد فترة مباعدة أقل من سنتين، يعني بين الطفل وأخوه فترة مباعدة أقل من سنتين، احتمالية وفاة الطفل 7 أضعاف لو جايب الطفل بعد فترة مباعدة أكتر من 4 سنين. فبالتالي الرسالة دي تقول لك على أهمية المباعدة بين الطفل والتاني. رسالة تانية دايما بنحب نقولها للستات، في حمل اسمه سلوك إنجابي عالي الخطورة. يعني إيه سلوك إنجابي عالي الخطورة؟ يعني الحمل بتاعك ده في احتمالية وفاة ليكي أو للطفل، وده بيحصل في 4 حالات. لو عمر الأم أقل من 18 سنة يعني زواج أطفال، أو عمر الأم كبير أكتر من 34 سنة، أو فترة المباعدة من الطفل وأخوه أقل من 24 شهر يعني أقل من سنتين، أو لو ترتيب الطفل أكتر من الثالث. عارف نتائج المسح السكاني الأخير لمصر بتاع 2021؟ المسح السكاني اللي بدأ كان في 2014-2021، هل ده بالنسبه كده يعني عادل بالنسبه للمجتمع، ولا انا محتاج يكون في عندي زياده للمسح السكاني بشكل مستمر من اجل الوصول للبيانات لما تكون البيانات متوفره معايا؟ طبعا كل ما يبقى طول الوقت عندنا بيانات محدثه دي مهمه جدا. تمام. انت عشان تبقى تمشي في الطريق لازم الطريق يبقى منور. تمام. بس انا خليني ارجع تاني للسلوك الانجابي المرتفع الخطوره. 77% من السيدات المتزوجات حاليا في مصر عندهم احتماليه ان يجيبوا طفل
في عالي خطورة قد يكون للوفاة لسبب ان ممكن ترتيب الطفل ده عالي زي ما قلت لك الطفل الرابع مثلا، او ان بيجيب الاطفال في فترة مباعدة اقل من 24 شهر، او ان الست سنها كبير او سنها صغير جدا. طب في رسائل يا دكتور عمرو، لو نوجه كده رسائل يعني مغلفة او كبسولات صغيرة للمرأة المصرية، للمسؤول والمعيل عن الأسرة المصرية، لأيضا الوزارات المختلفة عن دور الأزهر، عن دور الكنيسة، أدوار مختلفة ولكنها متكاملة، تعمل كل يعمل في مكانه ولكن بصورة تكاملية، نوجه لمين رسالتنا؟ خلينا نبدأ الرسالة بالأسرة، لأن هي دي في الآخر هو الوطن عبارة عن إيه؟ أو أسرة البلد، أسرة كلنا مع بعض إحنا بنكمل البلد. فرسالتي للأسرة المصرية وخصوصا لبعض الناس، لما انت تقول له مثلا ما اكتفي طفلين يقول لك لا والله انا عندي قدره ماديه، انت مالك انا هصرف انا عليهم. اقول له بس خلي بالك، هي القدره مش بس قدره ماديه، في القدره النفسيه. هو انت الطفل ده التالت، هل يا ترى انت كست عندك القدره انك تدي له حب وحنان واهتمام؟ ما انت ممكن تقول لي والله من 50 سنه كان الناس بتجيب 7 و8 عيال والعيال زي الفل اللي ما عندهمش مشكله. اقول لك دلوقتي التكنولوجيا اللي احنا فيها وحروب الجيل الرابع اللي انت بتواجهها، عشان تطلع الطفل بتاعك سوي متعلم فهم دينه بيحب بلده بيحب أسرته ما بقتش سهلة. ده انت محتاج الأم طول الوقت تراقب طفلها وتأكد ان هو ماشي كويس التعليم. دي رسالتنا للأسرة، فدي رسالتنا للأسرة ان انت حبك وحنانك واهتمامك يتوزع على 2 ولا يتوزع على 4. اكيد لما هيتوزع على 2 هتعرفي تدي حب وحنان اكتر، في الاخر الثمرة بتاعتك هتكون احسن. وهقول حاجه، مثل بسيط دايما بيقول للناس، هو الفلاح لما بيجي يزرع الارض بيعمل ايه؟ بيحط زرعه يسيب مسافه يحط زرعه تانية. الفلاح عارف ان لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا والزرعتين يطلعوا ضعاف. فرسالتي للاسره المصريه سيبوا مسافه بين الزرعه والتانية عشان زرعتك تطلع مظبوطه. رساله للقوى السياسيه ومؤسسات المجتمع المدني ايضا في هذا الاطار. الرسالة للقوى السياسية هي اللي أنا بأكد عليها، إن دي مش قضية وزارة واحدة ولا مجلس ولا هيئة واحدة، لازم كلنا مع بعض، كل ليه دور، يعني الجمعيات الأهلية، مؤسسات المجتمع ليها دور، الأحزاب السياسية ليها دور. أنا أتمنى أن أشوف جوه كل حزب سياسي لجنة اسمها لجنة السكان والتنمية، إخلاق لكوادر سياسية فاهمة في السكان. ده اللي بيعمل عليه الحوار بشكل عام. وهو ده الأساس. نعم، ده احنا بنتكلم إن أنا عاوز كوادر سياسية شبابية موجودة على الأرض، فاهمة في القضية السكانية، فاهمة علاقة السكان بالتنمية. أنت محتاج سكان عشان تعمل تنمية، بس في نفس الوقت عاوز تعمل تنمية للسكان.